النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. أكد وزير الاقتصاد دكتور جواد ناجي على أن أطقم الوزارة ستضاعف جهود الرقابة والمتابعة قبيل وخلال شهر رمضان للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على المؤسسات الاستهلاكية والمخابز والمستودعات التي تقوم بتخزين وبيع المواد الغذائية. كما دعا التجار إلى الالتزام بأسعار السلع ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وإبقاء الأسعار بحدها الأدنى، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والتسعيرة على كل السلع. قال مركز الإحصاء الفلسطيني أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال شهر أيار الماضي مقارنة بشهر نيسان، وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 21.29%، في حين سجل نشاط إنتاج الكهرباء والماء ارتفاعاً بنسبة 4.24%. تراجع سعر الذهب أمس الجمعة بنسبة 0.6%، أي ما يعادل 1242.16 دولار للأونصة في السوق الفورية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مع ارتفاع للأسهم الآسيوية والدولار، بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. تراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوياته في 5 أسابيع أمام الدولار، متأثراً بتعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، وما زال عرضة لمزيد من الانخفاض إذا جاءت بيانات العمالة الأمريكية المرتقبة قوية. ويقول المتعاملون إن الدولار قد يرتفع إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات أمام سلة العملات. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.